تقول السائلة: ما هي صفة الحجاب الشرعي للمرأة المسلمة، وهل يلزمها تغطية الوجه إذا كانت معتمرة؟ الحجاب أن لا يرى شيء من بدنها عند الرجال، هذا هو الحجاب، أن لا يرى شيء من بدنها، لا وجهها ولا كفيها ولا قدميها ولا شيء من بدنها، تكون ساترة لجميع بدنها عن الرجال الذين ليسوا من محارمها، وهذا في العمرة وفي غيرها، إلا أن المحرمة لا تغطي وجهها بالبرقع أو النقاب المخيط للوجه، ولكنها تغطيه بالثوب أو بالخمار غير المخيط للوجه، يجب عليها ذلك. نعم.